هجرت من ريف دمشق منطقة وادي بردة قرية بسيمة من 4 سنوات، وصلت إلى شلقين فعملت عيادة خاصة أقدم ما أستطيع من خدمات للمعاقين وخاصة المصابين خلال الحرب البائسة اللي مرقت على سوريا وعلى منطقة الشمال المحرر. عمل استشارة وكشفية يوم الاثنين والأربعاء مجانا للفقراء، اللي غير قادر يجي على العيادة فأنا بروح لعنده على البيت، وخاصة العجوز أو الكبير في السن الغير قادر على أن يتحرك أو يمشي. رحت على المخيمات، عالجت بعض المعاقين في المخيمات. قدر المستطاع نقدم المساعدة للمعاق للمصاب إن كان عن طريق العلاج أو طريق الدواء، فنقدم ما نستطيع من المتممات الغذائية أو الفيتامينات، يعني ما أكثر من هيك. ممكن أن نقدم العكازة للمصاب الغير قادر أنه يمشي ويتحرك، اللي في كتار من أصحاب الأيادي البيضاء لمساعدة هؤلاء بيقدموا لي بعض الأجهزة مثل العكاز مثل الوكر مثل الكرسي.